الهدف من الاجتماع هو بعد الخيبة التي يمنوا بها في القاهرة. طبعا عندما أرادوا أو القاهرة كانت دعت لاجتماع دول الجوار، وكانت هناك كل القوة السياسية الموجودة في القاهرة هناك، فأراد القوة والحرية والتغيير أن تلحق بالرب عندما وجز القبول الإقليمي والقبول الدولي ب يعني مؤتمر دول الجوار. والقاهرة في البداية تمنعت عليهم تماما إلا بشروط محددة. هذه الشروط أهمها إنه إدانة الدعم السريع، نمرة واحد. نمرة اثنين، أن يكون هنالك توسيع لقاعدة المشاركة بعد انتهاء الحرب، وأن تكون المشاركة واسعة. فالقاهرة بعد ما قبل شروط القاهرة مشوا هناك وحاولوا أن يتملصوا من هذه الشروط. أول شيء الإدانة كانت على استحياء بالنسبة للدعم السريع، وواصلوا دعمهم الإعلامي بالنسبة للدعم السريع، وكذلك مارسوا نفس المفردات بتاعت الإقصاء اللي كانت قبل 15 أبريل. فبالتالي كانت الخيبة بالنسبة لهم، وأصبحت القاهرة ليست محطة بالنسبة لهم يمكن أن تعيدوا لمراكز السلطة. وهم يعلمون تماما إنهم لن يعودوا لمقاعد السلطة ما لم هنالك يكون وجود الدعم السريع، لأن الدعم السريع إذا طلع خارج المعادلة فبالتالي هم لن يكونوا عندهم موقع. أخي الكريم، أحيلك لآخر خطاب كان بتاع الاتفاق الإطاري، وكان تكلم حميتي عن الاتفاق الإطاري. تكلم البرهان في آخر الخطاب، وطبعا كان وجد خطاب حميتي تصفيق كبير لأنه كان تماه معهم مع هو الحرية والتغيير. البرهان عندما تكلم قال: كما تقولون العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. فكان يعني دي كانت بالنسبة لهم يعني صدمة كبيرة جدا. فهم الآن عندما فشلوا أو لويلوا يعني قدم واسعة في القاهرة، حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة أخرى في أديس أبابا، وحيكون اجتماع بمرحلتين. المرحلة الأولى ما تسمى باسم القوى الثورية، واللي هي مجموعة الحركات المتمردة اللي كانت وقعت على الاتفاق بتاع جوبا، وهي جزء من مكونات الحرية والتغيير الجسم المركزي. بعد ذلك بيكون والهدف منه بهذه الصورة والتسول على الأقل يحاولوا إقناع بعض القوى الإقليمية أو خليك دكتور نعم. أستاذ حمدي، لكن هذه القوى المجتمع في أديس أبابا كأنها بخطابها تقول أنه يا عم إحنا همنا وقف الحرب الآن وإغاثة المدنيين، هل في هذا اي خطا او اي ضرر استاذ حمدي؟ لا طبعا، هم اصلا ما اي الشعب السوداني كله عايز وقف الحرب، لكن كيفيه وقف الحرب احنا عايزين نسال كيف انه الحرب تقيف. يعني هم الحريه والتغيير عايزين الحرب تقيف والدعم السريع والميليشيات يكونوا موجودين في المشهد السياسي. هم عايزين كده، هم عايزين ينقذوا ما تبقى من الدعم السريع. لذلك هم يتحركون يعني بكل ما يتم من قوه، دايرين يوقفوا دايرين ينقذوا الدعم السريع وينقذوا ما تبقى من الجيوب للدعم السريع، عشان كده هم متحركين. يعني طول بالك يعني أي دعوة اليوم لوقف الحرب هي تأتي لإنقاذ حمايتي والدعم طبعًا السريع فقط؟ طبعا هذا خطير. لا، لأنه الآن الشعب السوداني جميع يعلم تماما أنه الآن الجيش السوداني هو الآن، يعني أنت مع استمرار الحرب؟ أنا ليس مع استمرار الحرب بهذه الكيفية التي تحدثون به. أنا مع استمرار الحرب حتى القضاء على آخر متمرد موجود في الخرطوم وخارج الخرطوم، لأنه الآن المعركة هذه ما ليست معركة بين شخص ولا بين حميدتي ولا بين البرهان ولا هذه معركة الشعب السوداني، هذه معركة التحرير، هذا معركة الاستغلال. نحن الشعب السوداني ما ممكن يرضى ولا يسمح من غير دحر المتمردين. عشان كده ما في مجال. قوى الحرية والتغيير تريد أن تجد نفسها في قالب سياسي في المرحلة السياسية، هي تريد أن تقول للشعب السوداني أنا من وقفت الحرب، لكي تظهر بصورة المنقذ وصورة الشخص البطل وكده. عشان كده هم بيحاولوا إنه يعني يظهروا للشارع ويظهروا للمجتمع إنه نحن شغالين نوقف الحرب وإحنا متحركين وإحنا بكل ما وإحنا الآن تحركاتنا السياسية، ولكن يعلمون تماماً إن الشعب السوداني لفظهم، الشعب السوداني لفظ حاجة اسمها قوة حرية والتغيير. كل الندوات الآن في ولايات السودان المختلفة الشعب السوداني خرج عليهم وطردهم. يعني آخر ولاية القضارف حاولوا انه يعملوا ندوه سياسيه ويتحدثوا عن مآلات الحرب ولا بد انه الحرب تقيف، الشعب السوداني لفظهم ونددوا وهتفوا ضدهم وهتفوا مع الجيش، جيش واحد شعب واحد.
الآن الشعب السوداني كله ملتف حول جيشه، لأنه يعلم تماما أنه الآن مصير البلد ومصير الدولة السودانية بيد الجيش. الجيش يستطيع أنه يرجع للبلد كرامته، الجيش يستطيع أنه ينتصر، الجيش يستطيع أنه يدحر القوات المتمردة دي عشان نقدر نكفي أكبر حقبة بتاع الطغمة بتاعت ميليشيات وطغمة بتاعت مرتزقة حاولوا أنه يغيروا من هوية الشعب السوداني. عشان كده ما في مجال، هم يحاولوا يتحركوا ويروحوا أديس أبابا ويروحوا وين ويروحوا وين. في النهاية الشعب السوداني قال كلمته، قال قوله زي ما بيقولوا. الشعب السوداني رسالته للجيش إنه نحن ما دايرين أي هدنة، ما دايرين أي تفاوض، دايرين دحر المتمردين لآخر متمرد داخل الخرطوم. يتم دحره في حالة واحدة بس، الحرب بتقيف، إنه القوات المتمردة دي توقف تستسلم وتسلم سلاحها ونقدمها لمحاكمات عادلة. كده الشعب السوداني ممكن يرضى بالكلام ده، لكن غير كده ما في سوداني أصيل بيرضى بحاجة دي. وهذه مسألة لافتة دكتور خالد كانت في خطاب البرهان اليوم، أنه لم يأتي على ذكر أي مسار سياسي، مسار تسوية. قطعاً زي ما قلت لك، أنا كبير كل الأسباب اللي ذكرتها عليك واللي هي وراء هذا الموقف القوي بالنسبة للبرهان، ما عنده طريقة يعني. حتى لو كان في أي شيء ممكن يخليه يتراجع، لن يتراجع. الشعب السوداني كما تحدث ضيفك في الاستوديو بصوره واضحه جدا، يعني يريد ان يعني يذهب الغبن الذي حل بالنفوس، ويريد تعويض ما فقده من اموال ومن انفس ومن بيوت ومن غيره من وحتى من كرامه ومن عزه نفس. يا اخي يجيك زول في داخل بيتك قدام اولادك شايل سلاح. بس عفوا دكتور خالد، خليني اقاطعك، لانكم ما تتحدثان عن الشعب السوداني والشعب السوداني. طيب هذه القوى مثلا المجتمع في اديس ابابا، هل هي قادمه من المريخ؟ هل الذين يقاتلون مع احمدتي من ابناء الدعم السريع، هل جاءوا من كوكب زحل؟ لا ابدا، كلنا اتينا من الشعب السوداني. لكن الشعب السوداني الان صوته واضح. اي صحفي مشهور في السودان معروف اسمه محمد خير، قبل يومين بس رسالة مباشرة قال أتحدى هو الحرية والتغيير أن يذهبوا في ميدان التحرير في الغائرة ويعلنوا عن ندوة، هذه الندوة عن إيقاف الحرب، ولا سميها ما شئت. نمرة واحد، إذا لم يأتي الشعب السوداني ويعني إذا استطاعه أن يقفوا ما حيبدوا يظل فيهم واحد حي. إذا لم يستطيعوا أن يعملوا دي، أن يتجولوا أفرادا في شوارع القاهرة. إذا ما سألهم أي شخص سوداني أنا في هذه الحالة سوف أنضم لقوى الحرية والتغيير، قال بهذه الصورة. أخي الكريم، حتى قبل بداية هذه الحرب الشارع انفض تماما عن قوى الحرية والتغيير، دي واحدة. نمرة اثنين، الشعب السوداني كله يعلم حزب البعث في تاريخه ما كان عنده ولا صوت واحد في البرلمان بتاع الشعب بتاع السودان. حزب الشيوعي كان عنده في احسن التغيير خمسة نواب في البرلمان. الحزب الوحيد الذي كان له اغلبيه اللي هو حزب الامه، وحزب الامه الذي طالته قوة التفرق، والاصبح الان حتى الصراع بين ابناء الصادق المهدي ذاته في داخل بيت الصادق المهدي. الآن عبد الرحمن الصادق المهدي في المدرعات يقاتل مع الجيش السوداني. الآن صديق الصادق المهدي يتكلم بصورة سوية جدا عن أنه هذه الحرب لا بد أن تقف، وهذه والدعم السريع لا بد أن يكون جزء من المعادلة السياسية. كل شخص يمكن أن يتكلم عن شعبه، لكن زي ما بصورة واضحة جدا إنه الرأي العام بصورة واضحة جدا الآن الالتفاف وما نتكلم عنه هو الذي يعبر الآن عن رأي الشعب السوداني. وصلت يا دكتور، وصلت دكتور خالد. خلينا نتابع الجزء الثاني من أو مقطعا آخر من كلمة وخطاب البرهان معكم مشاهدينا، تفضلوا. أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلا؟ مواطنين الشرفاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أحيي شهداء بلادي في كل الحقب، وشهداء معركة استرداد الكرامة الوطنية وحسم هذا التمرد التي ظل يسطر فصولها النابضة بالبطولة والفداء